شاء الله نعتمدوها. واش كيجاوب لك البطاقية؟ لا مطلقة أمان عدد الأولاد ورقم الهاتف. في إطار برنامج مجلس سبل الخيرات لهذه السنة وقبل شهر رمضان، قام هذا المجلس بتوزيع 200 قفة أو طرد غذائي، تالتها عملية أخرى بتوزيع 270 طرد غذائي لفئة المعوزين قبيل شهر رمضان. الآن نحن مع تجهيز 1100 قفة كاملة ومتكاملة، نأمل توزيعها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد عملية الجمع والترتيب التي قام بها شباب مجلس سبل الخيرات، سنشرع إن شاء الله في عملية التوزيع على مستوى المساجد، على مستوى المساجد توزيع 1100 قفة سيكون بالتنسيق مع أئمة المساجد. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إن شاء الله نحن بصدد استقبال التبرعات من المحسنين والخيرين، لأن المجال مفتوح ورمضان مازال باقي منه تقريبا النصف. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى المحسنين والخيرين.